إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لازلنا في باب الوكالة. مضى معنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وكذلك حديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه. والوكالة كما مر هو استنابة جائز التصرف لمثله فيما تجوز فيه الوكالة. وقلنا بأن الوكالة تدخل في عامة العقود، تدخل في البيوع، تدخل في الإيجار، تدخل في النكاح، في الطلاق، في الخلع، لكن لا تكون الوكالة فيما لا بد للمرء أن يقوم به إلا بنفسه. من أمثال الوضوء والصلاة وخرج بذلك الحج لورود النص، وكذلك الصيام بالنسبة لمن مات وعليه الصيام، وهذا بطبيعة الحال كما قلنا لا يكون وكالة ولا يسمى وكالة وإنما يسمى أداء. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والآثار والأحاديث الدالة على جواز الوكالة كثيرة. اقتصر الحافظ رحمه الله على خمسة أحاديث، وإلا الأحاديث كثيرة في هذا الباب. قلنا حديث جابر هذا مضى معنا الله تعالى عنه. المتفق على صحته يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه البخاري في عدة مواطن من كتابه، وممن أورده يعني كاملا هو الإمام مسلم، لكن المصنف رحمه الله اقتصر على ما يعني تقتضيه دلالة الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عمر على ماذا؟ على الصدقة. الصدقة هنا المقصود بها هي الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة، لأن الزكاة قد يقال عنها زكاة وقد يقال عنها صدقة. وإذا أردنا أن نميز الصدقة الواجبة عن الصدقة غير الواجبة نقول صدقة التطوع، نقصد بها النافلة يعني المستحبة. لكن إذا قلنا الصدقة هكذا فقد يكون المقصود بها الزكاة اللي هي الواجبة، حلش مثل قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما المقصود هنا بالصدقة؟ الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية في سورة التوبة، المقصود بها الزكاة. وهؤلاء يسمون بالأصناف الثمانية وهم المستحقون للزكاة.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، أي بعثه ساعيا، وهذا يعني صنف من الأصناف المستحقين للزكاة إذا لم يكونوا أغنياء، وهم العاملون عليها. ما هم العاملون؟ هم الذين يبعثهم ولي الأمر من أجل أن يأخذوا الزكاة من الأغنياء. يأتي مثلا عند الفلاحين والزراع فيأخذوا زكاة الثمار والزروع، إن كان عندهم ماشية يأخذوا منهم زكاة البقر أو زكاة الغنم أو زكاة الإبل، إن كان لهم مال ذهب وفضة يأخذ منهم، إلى غير ذلك. طيب بعث عمر على الصدقة. تمام الحديث أن عمر رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن ثلاثة من الناس امتنعوا من أداء الزكاة، لأن الساعي والعامل على الزكاة ينبغي أن يكون أمينا، ينبغي أن يكون ناصحا، فهو لما امتنع ثلاثة من الناس من امتنعوا عن أداء الزكاة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون وفيا أمينا. أما الأول فهو ابن جميل، هكذا يعني بالنسبة إلى أبيه، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا، ابن جميل. والثاني هو خالد بن الوليد، والثالث هو العباس ابن عبد المطلب. فعمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء امتنعوا عن أداء الزكاة، قال أما ابن جميل، قال أما ابن جميل نسيت لفظ الأول، يعني ما أنكر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله من فضله. وقيل إن ابن جميل هذا كان منافقا ثم حسن إسلامه فيما بعد، يعني لما امتنع قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينكر ابن جميل أن يدفع الصدقة لعمر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني هل لا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويؤدي حق الله عز وجل ويعترف بنعمة الله عليه؟ قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه وقف أعتاده وأدراعه في سبيل الله، بمعنى أنه أوقف ماله كله في سبيل الله، فلما يؤدي الزكاة؟ قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، اللي هو سيف الله خالد بن الوليد، فإنه وقف أعتاده وأدراعه في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي علي أي أنا سأؤدي زكاته. قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه أخذ من العباس زكاة سنتين، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا من الجيوش وكان في بيت المال عجز، فأمر العباس أن يقدم زكاته وخيره أن يقدم زكاته لسنة أو سنتين. وهذا الحديث فيه دليل على جواز تقديم الزكاة عن وقتها، لأن معلوم أن الزكاة لا تحل إلا بحلول الحول، سواء كان زكاة المال ولا زكاة الإبل ولا زكاة الغنم ولا زكاة البقر. أما زكاة الزروع فما هو حولها؟ حصادها، لأن بطبيعة الحال مثلا بالنسبة للزرع الحمص اللوبيا الحول ديالها ماشي هو عام، تزرع مثلا في شهر 10 على سبيل المثال وتحصد في شهر 5، يعني 7 أشهر على سبيل المثال، هذا هو الحول. والله جل وعلا قال وآتوا حقه يوم حصاده.
لكن بالنسبة للذهب والفضة وبالنسبة لبهيمة الأنعام اللي هي يعني الغنم والبقر والإبل، هذا حولها هو 12 شهرا قمريا. باش الإنسان يبقى ينتبه في مسألة الزكاة، بعض الناس لما كيحسب الحول كيحسبوا بالتاريخ الميلادي، هذا ليس تاريخنا. الله جل وعلا قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج مواقيت للناس، مواقيت الزكاة، مواقيت العدد، مثلا عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المطلقة، صافي. مثلا لما آل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، شنو الإلاء؟ الإيلاء. كاين عندنا الإيلاء، وعندنا الطلاق، وعندنا الخلع، وعندنا اللعان، هذا كله داخل في الأحكام الزوجية. الإيلاء هو أن يعقد الزوج ويجزم على أن لا يقرب أهله مثلا شهرا، لأن الله جل وعلا قال: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، ياك. النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. دابا الإلاء ماشي هو الطلاق، الإلاء هو كيبعد الرجل مثلا من أهله من زوجته، وما كيقربش وما كيدخلش لدارها، وما كي هذا كيتسمى الإلاء. ولهذا الصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فلما جاء عمر فزعا وقال: طلقت نساءك؟ قال: لا. فلما يعني مضت 29 يوما دخل على نسائه، قالوا: قد آليت شهرا. قال: الشهر هكذا وهكذا. ولا لا سيدي، الشهر العربي شحال فيه؟ 29 و30. يعني قد يكون الشهر 29 وقد يكون الشهر 30. طيب، إذن الحساب باش كيكون؟ بالأشهر القمرية. كذلك الديون، مثلا لو اقترضت دينا لمدة 6 أشهر، باش بغيتي تحسبها؟ بالحساب الأعجمي؟ لا، بالحساب العربي القمري. إذن يسألونك عن الأهلة. طيب، قلنا الزكاة تؤدى في تمام الحول، الحول اللي هو الحول الهجري. يعني مثلا لو بلغ نصابك في رمضان تخرج في رمضان، لو بلغ نصابك في ذي الحجة تخرج في ذي الحجة، ماشي العاشور. شاع عند الناس الآن وقت الزكاة شنو هو؟ هو محرم، هو العاشور، عاشوراء. لا، هذا ما له. نعم، إن وافق حولك عاشوراء خرج في عاشوراء، ولكن إذا كنت الحول ديالك ينتهي في شوال، ولكن ينتهي في ربيع الأول، ولا في جمادى الآخرة، خصك تخرج في تمام العام. إذا نرجعوا نتكلموا على فتقديم الزكاة عن أجلها. يعني الآن أنت الزكاة تحل في رمضان، ونحن الآن في جمادى الآخرة. طيب، الآن جاء ظرف لإنسان عنده دين خصو يسدده، ولا عنده مثلا عملية، ولا عنده مثلا ضرورة من الضرورات، ما وجد مثلا ما ينفق، وانت عندك زكاة لكن مازال ما جاش الأجل ديالها، هل يجوز لك أن تقدم؟ نعم يجوز، بهذا الشرط: أن تكون الحاجة ملحة، لا تتأخر، لا تقبل التأخير. ما تقولش لهذاك اللي بغى يدير عملية: واش ممكن تصبر حتى رمضان؟ أنا راه رمضان غادي نخرج الزكاة وإن شاء الله مرحبا، راه عندي ما شاء الله مبلغ كبير، كاع العملية 7000 درهم، أنا نعطيك 10000 درهم. لا، لا يمكن العملية، يمكنش توخر 3 شهور ولا 4 شهور، العملية ما تخصها تدار دابا، أسبوع، 10 أيام، 3 أيام، إلى غير ذلك. إذا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم زكاته لمن؟ لسنة أو لسنتين. فقدمها العباس، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما العباس فهي علي ومثلها. يعني مثلا إذا وجب عليه 10000 فأنا سأخرج 20000 مرتين،
فقالوا لأن العباس كان قد قدم زكاته. ثم قال لعمر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، أما تعلم أن عم الرجل صنو أبيه، يعني فهو عني فهو بمنزلة أبي، فإذا كان مثلا عمي ما خرج أنا نخرج عليه. ولكن قال أهل العلم سبب إخراج النبي صلى الله عليه وسلم لأن العباس كان قد قدم زكاته. إن هذا الحديث نستفيد منه جواز التوكيل فاش في جبي في أخذ الزكاة، وكذلك عندنا نص أبي هريرة في جواز دفع الزكاة. أبو هريرة كان جعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا فين؟ في بيت المال. قصة الشيطان معروفة هيك، لما كان أراد أبو هريرة كان هو القائم على مثل يعني رئيس الخزينة ولا نقوله مدير الخزينة ولا كذا، فكان لمستحق يجي كيعطيه، فكان جعله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وكيلا. طيب ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 ماذا؟ بدنة. ما هي البدنة؟ هي الجمل، هي الناقة. الجمل يقال له جمل ويقال له بعير، والبدنة يقال لها ناقة ويقال لها بدنة، وإن كان البدنة في الحقيقة تشمل الذكر والأنثى، لأن البدنة تجمع على بدن، والبدن مثل ما بحال كنقولوا الجمال، الجمال تشمل الذكور والإناث، بحال الخيل تشمل الحصان وتشمل الفرس اللي هي الأنثى. فالبدن هذا جنس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر، وهذا من بعد ما رمى الجمرات وحلق شعره، نحر 63 بدنة، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة في الوقت، يعني هذا الوقت اللي هو يسير قبل الظهر، ما أذن الظهر، فهذا الوقت كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 63 سنة. وفيه لطيفة ذكرها بعض الفقهاء، قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63، وهذا كان في حجة الوداع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيش بعد حجة الوداع إلا تقريبا 3 أشهر، ثم التحق بالرفيق الأعلى، فوافق عدد الإبل التي نحرها عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وله 63 سنة، فنحر 63 بدنة، وكان قد أهدى 100 بدنة. الهدي هو مثل الأضحية، إلا أن الأضحية تكون لغير الحاج، والهدي يكون خاصا بالحاج، ولا يشترط فيه عدد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج مع نسائه، ولكن كم نحر؟ 100، تقرب إلى الله عز وجل 100 بدنة كلها نحرها. طيب نحر 63، كم بقي من 100؟ 37. من وكل بها؟ وكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومن هنا نفهم جواز التوكيل في النحر وكذلك ذبح الأضحية، يعني قد توكل ولدك، قد توكل أخاك، قد توكل مثلا الجزار، قد توكل صديقك. كثير مثلا كيسألوا الناس، وخصوصا اللي كيعيشوا في أوروبا وفي غير أوروبا، في الدول اللي ما كيسمحوش للناس باش يضحيو، كثير من الناس كيسألوا كيقول لك شنو المعمول الآن، حنا ما كيسمحوا لناش باش نضحيو. يجوز لك التوكيل، مثلا عندك أهلك في المغرب ولا في بلاد أخرى تكلفوا، سواء أعطيته المبلغ ما أعطيته المبلغ لا يهم، تقدر تقول لي مثلا تكلف وأنا غادي، أو تقدر ترسل له المبلغ مثلا 5000 درهم 2000 درهم 3000 على حسب قدرتك، تقول لي شري لي أضحية.
فغتوكلوا في الشراء وتوكلوا في الذبح يذبح ويسلخ، وتوكلوا في التصرف، تقدر تقول ليه ديك الأضحية خذها أنت ولا تصرف افعل ما تشاء، كلها كلها كل وتصدق أو تصدق بها كلها، المهم أنت توكله في كل هذه الأفعال هذه، فهذا مما يجوز شرعا. إذن هذا قال وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم. بقي الحديث الأخير وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الوكالة في الحدود، يعني الوكالة في إقامة الحدود، لأن الذي يجب عليه إقامة الحدود هو ولي الأمر، لكن هل يقوم بإقامة الحدود بنفسه؟ مثلا هل يقطع يد السارق؟ هل يرجم الزاني المحصن ويجلد الزاني الأعزب؟ هل مثلا يجلد القاذف أو القاذفة؟ يعني هذه الحدود اللي هي، هل يجلد شارب الخمر؟ حدود. يؤكد في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، وهو أن رجلا، يروي أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله أن تقضي بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، دابا هما جوج الآن خصمان، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال يا رسول الله بكتاب الله وأذن لي، أي وأذن لي في الكلام، قال قل، تكلم. قال إن ابني ولدي كان عسيفا، ما هو العسيف؟ الأجير العامل خدام، كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، وكان خدام عنده فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاه وخادم، ترنجة معه يعطيه مئة شاه، والشاه في لغة العرب تشمل الذكر والأنثى، الخروف شاه والنعجة حتى هي شاه، فافتديت منه إني تصالحت معه واتفقت معه وترنجيت معه نعطيه مئة شاه وخادم عبد، فسألت بعض أهل العلم، يعني راه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل بعض أهل العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأنكروا هذا الفعل هذا، وقالوا على ابنك جلد، إن على ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأن الرجل أعزب لمن تزوج، إذا زنى ما هي عقوبته؟ أن يجلد مئة جلدة وأن يغرب سنة. ما معنى يغرب؟ يخرجوه من ذلك البلاد، يمشيوا يديوه البلاد عام تغبر، هذا معنى أن يغرب سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما المئة شاة والخادم فرد عليك. ما مقبولش هذا العمل، خذهم فرد عليك، وأما ابنك فيجلد مئة جلدة ويغرب سنة. عجد الكلام لي ذكره المصنف رحمه الله، قال واغد يا أنيس، هذا أنيس الأسلمي رضي الله تعالى عنه، لأن هذه المرأة التي زنت
هي من قبيلة أسلم. قبيلة أسلم هي اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسلم إيه؟ سلمها الله. قالوا ما الفائدة؟ لأن الرجل إذا كان خصوصا هذا كان في أول الإسلام، الرجل إذا كان من نفس القبيلة يكون كلامه وحكمه وقضاؤه يعني مقبولا في الغالب، بخلاف لو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من غير القبيلة ربما لا يقبل ربما يقتل. فقال واغدو يا أنيس، واغدو يا أنيس فاجلد الولد 100 وغربه سنة، واغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهنا وكالة فش وكالة في الحدود، فيجوز لولي الأمر أن يوكل أحدا من أجل أن يقيم الحد على غيره. قال واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. وبهذا ننهي إن شاء الله يعني باب الولاية. الأسبوع المقبل بحول الله جل وعلا نذكر باب الإقرار. صافي شيء، كم من الوقت مر؟ يديني يكفي إن شاء الله، لأن حديث قل الحق ولو كان مرا هذا حدث فيه كلام طويل ربما يعني يطول بنا الوقت. إذا نبدأ يمين.